كابتن عبد الحليم، الكابتن حماده اتكلم قال لا، يعني اذا كان الموضوع ماديا او رعاه فنخسر فلوس من ضمن الخسائر اللي احنا بنخسرها، لكن ما نخسرش الادوات اللي بتنجح الدوري المصري وهي اللعيبه والمديرين الفنيين. طب الدوري لو حضرتك بتتكلم على رعاه، او برد على الاستاذ جمال علام، ان لو بيتكلم على رعاه الدوري المصري زي ما قال جوزيه جوميز، هو لعب في 5 شهور 17 مباراه ولعب في شهرين بس 17 مباراه برضه. كابتن احنا بنعمل الدوري ليه؟ عشان المنتخب، عشان منتخبات، عشان في الاخر منتخب مصر، يعني ده الغرض الرئيسي من البطولات في العالم كله. صحيح، انك المنتخب ليه بطوله كبيره في الاخر، انت بتمثل اسم البلد، يعني بتحافظ، يعني انت سمعه بلدك، فبالتالي انا شغلي ده كله عشان منتخب مصر. طب انا كل اللي انت بتعمله هيضر بمنتخب مصر بالظبط، من اصابات لاجهاد تاني حاجه انت بتعاني بقالك سنين في حته ضغوط الماتشات والناس عماله بتعيط من الاخر كده. تالت حاجه، وانت قعدت مع المسؤولين في الشركه الراعيه وقلت تبريراتك لانهاء الموسم بالشكل ده وما تكملش كاس، انا ما اعتقدش ان انت قعدت، لان انا مدرك تماما المسؤولين في مصر هم مدركين تماما اهميه ومصلحه الكره المصريه طبعا، فبالتالي اقعد معاهم وارض عليهم الامر. انت عندك مساحه، يعني عندك مساحه، عشان تقول انا هلغي مثلا الكاس، ما عندك مساحه من الوقت، ممكن ساعتها الشركه الراعيه تقف ستوب، ممكن انت متعاقد فالدنيا فليها حلول، انما اللي ما يبقى كله استثنائي بقى، طالما مش انت كل الاحترام، يبقى كله استثنائي، كل احترام وتقدير، هو انت ستك، طب روح للشركه الراعيه اتكلم معاها، طيب يمكن الناس هم المصلحه العامه بتقول لا الكاس ما يكملش.